Il y a eu quand même beaucoup d'absents. Voilà, les joueurs rentrent sur le terrain, donc on peut regagner nos places et bien sûr commenter le match tranquillement. Morsli gardera les bois de l'équipe de Chelroum El-Aïd, Talbi, Agoul Fares, Debari, l'ancien joueur de Sétif, Charfaoui, Naji Rachid et Shaibi. Alors que sur le banc des remplaçants, l'entraîneur Rouabah, Ami Boudoumi, Zouad Khmay et Kray, pardon, et Mouessi. Rahmani gardera les bois du CSC, Meddahi, Soufik Rouabah. لتكون اليوم في مواجهة شباب قسنطينة مع صافرة الانطلاقة من الحكم السلطاني الذي يساعدكم سيافة الشريف زعتري والحكم الرابع توابتي بينما شباب من فريق نصر حسين داي كرة في وسط الميدان عن طريق الدراجي محاولة تقدم عن طريق الأقجع الآن هذه المرة خالدي طلب الكرة وصلته خالدي ثم لن تلقى رفيقه مداحي هل يوصل الكرة لمداحي نعم ممتازة هنا تبقى الخطورة عرجي عرجي هل يوصل عرجي وتدخل الدفاع الحكم ينذر اللاعب ويطلب منه عدم اللعب بما يسمح به القانون الكرة داخل منطقة العملية لكن سهلة في الوقت 14 لاعب احتفظ بست لاعبين فقط من الموسم الماضي ودعم صفوفه بلاعبين من الرديف في الوقت اللي فيه كرة عرضية يلحق عليها خالدي التغطية موجودة يلحق عليها خالدي خطأ في إبعاد الكرة خالدي كانت تسديدة قوية لم تمر بعيدا عن إطار مرمى الحارس مرسلي كانت قريبة جدا من الزاوية المحصورة بين القائم والعارضة الأفقية خالدي أحمد اللاعب السابق لفريق أو عبود هو الذي سجلت الكرة كوكبو ضاعت أمامنا على الصورة كرة على طبق كان لوحده وضع الكرة بعيدا عن الإطار كانت فرصة سانحة أمام كوكبو وشباب قسنطينة لفتح مجال التهديف ويتأسف كوكبو لتضييع هذه الفرصة كان لوحده أمام الحارس مرسلي انفرد بمرسلي في غفلة من دفاع شباب أو مثل هذه اللقطات حتى لا يظلم أحد تبقى الكرة ليدين في وسط الميدان ثم الانطلاق عن طريق خالدي تنطلق خارجي تفضل تسديدة أرضية زاحفة ولكنها ديب إبراهيم على الصورة هاي الانطلاقة من خالدي هو الذي سجل الذي يحمل الرقم 27 سدد عفوا زيدان بالنسبة لفريق هلال شلغوم العيد ليبحث على الديكليك كرة مرفوعة وخروج ممتاز على مرتين للحارس رحماني الحكم ترك اللعب كنت أعتقد أنه منح الخطأ للاعب شعيبي ترك الكرة لشباب قسنطينة ثم الانطلاقة تهدئة اللاعب تغيير الجناح نهاية عرجي هل سيسدد يسدد عرجي ممتازة من عرجي والحارس يتعرج من منطقة العمليات وأول تدخل موفق للحارس مرسلي بهذه التسديدة كانت أمامه المساحة الكافية لتسديد هذه الكرة عرجي وليد التعليق هو أيضا تعرض لوعكة صحية نتمنى له الشفاء أيضا هذه الالتفاتة اعتراف بما قدمه هؤلاء لكرة القدم الجزائرية في الوقت المحاولة تبقى لمصلحة شباب قسنطينة مع عمري رفعة داخل منطقة العملية وضعت على لقجة غير مرقش كوكبو وسيمتا من دفاع وبعيدة هلال الغوم العيد تدخلات قوية في المرة الأولى هنا كوكبو تلعب بالحارس مرسلي ولكن كرتو أو كرت رفيقه أبعدها الدفاع اصطدمت بالدفاع تعود ديب إبراهيم سددت بعيدة هلال الغوم العيد ولكن لحد الآن خليني نقول أن عناصر شباب قسنطينة ضيعوا الكثير من الفرص السهلة قد يندمون على تضييع مثل هذه الفرص لأننا ننتظر أن هلال شلغوم العيد في المرتدات قد تكون الخطورة من جانب هلال شلغوم العيد فمن بعيد على الجهة اليمنى يوصل له الكرة دائما أمام المساحة الكافية لتوزيع الكرة ناحية رفقاو تبقى لي خالدي ثم شكال محاولة توغل الانطلاق عن طريق المراوغة الحكم يقول ما فيش خطأ بالعقل ثم الانطلاق ديب 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 جانبية يسدد ولكن هاجم دون فعالية غياب الفعالية من جانب عناصر شباب قسنطينة رغم الفرص ورغم الكرات السانحة إلى أن الفعالية الثاني مع شباب قسنطينة عرجي 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 ومباشرة بين أحضان مرسلي كان ينتظر في هذه الكرة مسددة بقوة لكن يغلق الزاوية يعني انتظر الكرة وكأن الحارس مرسلي انتظر هذه الكرة قلت عابرة للدفاع مباشرة فهم مشكال التدخل بقوة تدخل قوة من شعيبي قوي جدا شعيبي آدم ثم
كرة واسيني. ناحية بطروني تعاود ترجع لي واسيني. هي كرة ممتازة ناحية رفيقو، ممتازة بناء عمل هجومي ممتاز. هي له كرة ممتازة اللاعب واسيني. جاء من بعيد أمام المساحة الكاف عليها من داحق بالخروجها. يلعبها بينية مع لقجع، يرفع كرته داخل منطقة العملية. تعاود ترجع لي الشكال، هل سيسد الله يلعب مع لقجع؟ لقجع داخل منطقة خالدي، خالدي بالعقيب ولكن لا عاد. بالعقيب لعب كرته ناحية هذا والتمريرة والكيفية التي مرر بها خالدي هذه الكرة بالعقيب ناحية كوكبو. لكن هنا كوكبو لم تكن له. عرجي وليد مضطر لنعود للوراء ناحية الخلف ناحية المدني ثم الانطلاقة من شكال في وسط الميدان. سقطوا الكرة من لقجع، خالدي بالداحي انطلق على الجهة اليمنى بالداحي، خالدي يتوغل خالدي ما وأنصار شباب قسنطينة يتفاعلون مع الهدف مع روعة الهدف. شباب قسنطينة متقدم في النتيجة بفضل الهدف خالدي بهذه اللقطة الرائعة كما تتابعون وتشاهدون معنا. لم يترك ولا فرصة للحارس مرسلي ويوقع الهدف الأول بتسديدة قوية، توغل وسدد في الزاوية الصعبة رغم المتابعة من مرسلي. قوة التسديدة اصطدمت في الشبكة العلوية واستقرت في الشباك والهدف الأول لشباب قسنطينة متقدم يطر عليها. وأيضا قوة التوغل والاحتفاظ بالكرة عدم تضييعها. كرة مدني ناحية ديب، تمريرات بينية، فسحة قسنطينية في هذه اللحظات أو في الخمس دقائق الأخيرة المحاولة تسديدة قوية ولكنها عرجي في ثالث محاولة من عرجي وليد ولكنها إلى 5.50 هذه الكرة. مع ديب من سيتولى التنفيذ؟ سنتابع خالدي مرتحي، ستكون طويلة دون شك. والحكم يعلن عن نهاية المقابلة، حكم سلطاني يحسم الأمر ويعلن عن نهاية المقابلة بتقدم شباب قسنطينة بهدف مقابل صفر. العيد يسعى من أجل تعديل النتيجة وينطلق الشوط الثاني الآن ومعه ينتظر يبدأ الترقب والانتظار بالنسبة للنتيجة النهائية يعني المسعود للمدافعين. يعني أن العناصر وسط ميدان هلال شرغوم العيد متراجعين إلى منطقتهم. تبقى لشباب قسنطينة محاولة المراوغة وتسديدة قوية وبين أحضان الحارس مرسلي من خارج منطقة كوكبو. لقجع وانطلاقة من ديب إبراهيم، سريع ديب ناحية رفيقه على الجهة اليمنى عرجي. هي كرة ناحية ديب ثم معمري يرفع كورته في القائم الثاني الرأسية والهدف الثاني له. رمي التماس لشباب قسنطينة، البحث عن العرضية، هل ستأتي العرضية؟ لا، يفضلها قصيرة عرجي مع داخل منطقة العملية بين إبراهيم ديب. هاو الحق على الكرة هنا، سدد بقوة واصطدمت بالقائم أمام اتحاد خنشلة وسجل هدف الفوز. اللقطة من زاوية أخرى والتسديدة والقائم يحرم عرجي وشباب قسنطينة من إلهام الداحي في مراوغات ويتمكن من إيصال الكرة ناحية شكال. يغير تماما مدني، هل سيسد؟ سيبق كوكبول من بعيد عابرة للدفاع والحارس مرسلي بدل كامل القدرات أو وظف كامل قدراته لإبعاد. يتهيأ يحمل رقم 26 واسيني، كرته مرفوعة في القائم الثاني الرأسية والحارس الرحماني اللاعب البديل. كرة لمن لناجي تعاود ترجع لبودومي مرة أخرى، الانطلاقة من بودومي توغل بودومي حافظ على كورتو، حط كرة ناحية شعيبي تعاود يحافظ عليها، تعاود ترجع لبودومي، هل سيوزعها قصيرة مع شعيبي؟ هل سيسدد؟ يسد سهلة للحارس، سهلة بودومي. منذ الدخول نشعر أن أعطى نوع من التواجد لخط وسط الميدان هلال شرغوم العيد. ثم الانطلاقة، كرة داخل منطقة العملية عند شعيبي كانت حاضرة في لقطة فردية. هنا اللاعب توغل، هنا حافظ على كورتو، هنا التسديدة من المساعد. سنشاهد هنا اللقطة الفردية، هنا القائم فيه نوع من الخطورة في محاولة الهجومية لهلال شرغوم العيد. انطلاقة من ليت يحط كرة ناحية رفيقه ناحية بالعمري ننتظر المساندة أمام مجموعة من اللاعبين. قريب منه ليت يغير ناحية العقول ولكن ضيعة.
يسترجع بالعمري، ينطلق بالعمري، بالعمري هي كرة ناحية بودومي، بودومي غير تماما على الجهة اليمنى، كرة مرفوعة، مرفوعة رأسية ولهدف التعادل. المتابعة الممتازة، الكرة العرضية والمتابعة الممتازة من ناجي الارتماء، كنت أعتقد أنه وضعها في الشباك ولكنها خرجت إلى 5.50 أمتار. الهلال شرغوم العيد أخطر في الخمس العشر دقائق الأخيرة، سلسلة جديدة من نتائج الإيجابية، الانطلاقة حراري قريب منه رفيق خالدي، انطلق مداحي لكن لعبها مع الديب، هل سيشد ديب؟ ديب ديب يحط أرضية، المتابعة ممتازة، لعب للعديد من النوادي، تعاود ترجع لي مداحي، مداحي مداحي مداحي، الكرة الهدف الثاني لشباب قسنطينة، يقتل المقابلة في الوقت البدل الضائع، الثاني وديب في المتابعة، العرضية كانت من مداحي الظهير الأيمن، حط كرة والمتابعة والارتقاء الجيد من ديب إبراهيم يوقع الهدف الثاني ويقتل طموح فريق هلال شرغوم العيد في العودة في النتيجة. في اللحظات الأخيرة وفي الوقت البدل الضائع هذه الكرة العرضية كان وحده مداحي، خطأ في المراقبة للمداحي، كان لوحده وزع كرة، هي كرة على طبق ناحية إبراهيم ديب في المتابعة، رغم مدرب توفيق رواب هو العمل على قادم المباريات من